طيب خلينا نبلش أول إشي بطاقتك يا برج الجوزاء. عم شوف حاليا أنت عم تركز على كيف تشافي حالك، كيف تداوي حالك، مركز أكتر، عم تهتم بصحتك أكتر، عم تهتم بحالك أكتر، عم تحب أيضا تطلع في الطبيعة، أو عم شوفك شخص مش عم يلتزم بالطرق التقليدية لحل الأمور أو للعمل مع الأمور، عم شوفك عم تتخذ طرق غير تقليدية لحل الأمور. أيضا من الناحية المادية عم شوف إنه أنت مركز أكثر من الناحية المادية، في عندك حاليا عم تحس برضا، رضا نفسي، عم تحس أنت بالوضع المادي وأيضا بالوضع العاطفي عم تشتغل أكثر، وصلت إلى مرحلة اللي أنت عم تحس فيها بالرضا النفسي عن وضعك المادي. ممكن عم تفكر بأنك تتطور أكثر من الناحية المادية وأيضا من الناحية العاطفية، ولكن أنت حاليا في مرحلة راضي فيها عن نفسك وراضي فيها عن اللي بيصير. عم شوف فقط من الناحية العاطفية أو للبعض منكم من الناحية المادية، لأنه في عندك أوراق مادية كتير طلعت، فمبين أنك مركز أكثر الوضع المادي، ولكن البعض منكم عم شوف انه انت عم تحس انه انت عم تبذل مجهود ومش عم يعود عليك بالنتيجة اللي انت بدك اياها. البعض منكم عم يحس انه عم يحط كتير في العلاقة، عم يحط كتير بالشغل، عم تعطي من حالك كتير، وأيضا عم نشوف إنه أنت عم تاخذ الأمور بعفوية، عندك the full card، يعني عم تاخذ الأمور أكتر بعفوية، عم تخليها تمشي مثل ما الله بيريد. عم نشوف ولكن بنفس الوقت عم نشوف إنه في عندك خط واضح أنت عم تمشي عليه، لأنه عندك أيضا the emperor card. the emperor card شخص بيعرف شو هو بيريد، فإذا أنت بالعلاقة مع حبيبك مع شريكك بتعرف أنت شو بتريد من العلاقة، ولكن بنفس الوقت مش عم تضغط على الأمور، يعني عم تخليها تمشي مثل أو تيجي مثل ما هي تيجي، ولكن يعني في راسك أنت في داخل نفسك بتعرف أنت شو بتريد من هالشخص، شو بتريد من هالعلاقة. خلينا نشوف طاقة الشريك أو الحبيب. حاليا الحبيب عم يفكر كيف يداوي نفسه، هيلينج، عم شوف متضرر حبيبك شريكك متضرر نفسيا، عم يحاول يشافي حاله يداوي حاله نفسيا. في عنده حبيبك في مفترق طريق، في عنده شيئين لازم يختار منهم، شخصين، انت العلاقة وعمل وظيفة، العلاقة او العائلة، في امامه شيئين عم يحاول يوفق بينهم، وهو حاليا في متناقض نفسيا أو غير قادر على اتخاذ القرار حاليا، فهو عم يركز أكتر كيف يشافي حاله وكيف يداوي حاله. عم شوف إنه من ناحية نفسية مشوش، عم يحس بخسارة من نوع ما. للبعض منكم اللي أنت مش عم تحكي مع الحبيب والشريك، هو عم يحس بخسارة، عم يحس إنه خسر إشي، عم يحس إنه خسرك، إنه خسر العلاقة. في عنده مشاعر وأحاسيس بالذنب
كتير عميقة الشخص اللي عم تتعامل معه. عم شوف إنه حاليا نفسيا كتير متضرر هالشخص، كتير تعبان، عم يحس بندم. ممكن أنت اللي تكون تركت العلاقة أو افترقت مع هالشخص، ولكن هو التغيرات اللي عم يحس فيها حاليا عم يشوفها مفاجئة ما كان يتوقعها. عم يحس بخسارة بالحب، العاطفة، عم يحس انه خسرك، خسر التواصل، عم يعيد ويزيد بالتفكير بالماضي، عم يركز اكتر على الجانب السلبي بالعلاقة. بالنسبة لطاقتكم المشتركة، أو ممكن نشوف واحد من الأسباب اللي أدت لو يعني وجود مشاكل بينكم، في بينكم غيرة كتير. في شخص عم يغار كتير على الشخص الآخر، متحكم، في شخص متحكم controlling، بيحب إنه الأمور تمشي مثل ما هو بيريد، أو بيحب يعني يتحكم بالشخص الآخر أو كأنه يمتلك الشخص الآخر، لأنه عم شوف المشاكل أغلبها يعني عم تنبع بسبب إنه هالشخص يحبك كتير، أو بسبب وجود مشاعر عميقة كتير بينكم أدت إلى وجود غيرة عميقة بينكم. في شخص بالعلاقة كتير متحكم، بيعتبرك، في طرف بالعلاقة بيعتبر الطرف الآخر ملكه. فأيضا ممكن هالشخص جسديا كتير بيغار عليك، أو أنت بتغار على هالشخص جسديا كتير، لأنه ممكن يكون محوط بأشخاص عدة، وأنت أو هو مش عاجبه هالإشي. الشخص مش عاجبه، الشخص الأمامي، الطرف اللي أمامي مش عاجبه إنه في أصدقاء كتير حواليك، وهالإشي أدى إلى وجود حواجز بينكم وأسلوب دفاعي، أسلوب هجومي بينكم، دفاعي وهجومي. يعني أنت دائما مستعد على قوة الاستعداد لأي إشي. عم شوف أيضا واحدة من الأسباب اللي عم تعيق العلاقة بينكم والتواصل بينكم، إنه أنتوا كتير مركزين على الماضي، اللي صار بالماضي. يعني في أشخاص، البعض منكم متحزن إنه الأمور كانت أفضل بالماضي، أفضل من ما هي عليه حاليا، وبدوا الأمور ترجع مثل الماضي أو تكون مثل الماضي. ما في عقلية منفتحة ممكن، لأن الأمور ممكن يعني دائما تتغير الأمور. في شخص متمسك بالتواصل القديم اللي بينكم، المشاعر القديمة اللي بينكم. نشوف خطوتك أنت بالمستقبل، الخطوة القادمة لبرج الجوزاء، self love. فأنت مركز كتير وراح تركز أكتر على حالك، كأنه عم شوف أنه أنت ممكن حسيت أنك أعطيت كتير لهالعلاقة ولهالتواصل، فأنت مركز حاليا أكتر على حالك. أيضا عم شوفك عم تحس أنه الإشي اللي سويته للبعض منكم، اللي اختار قرار معين أو إشي معين، عم شوف أنك راضي عنه، عم تحس انك طلعت من الموضوع منتصر. مركز على الجانب الروحاني كتير بحياتك في المستقبل، خطوتك يعني للمستقبل رح تركز اكتر على الجانب الروحاني، لانه انت بتحس انه هاي هي الطريقة الوحيدة او الطريقة الصح الافضل لحل الامور، انه انت تركز على حالك، تشتغل على حالك، تطور من حالك، انه مش
مش كل إشي في عندك القدرة على حل المشاكل، في بعض الأشياء أنت لازم تشتغل عليها جوا حالك، وهو لازم يشتغل عليها أيضا جوا حاله. فعم شوف في المستقبل أنت عم تفكر لسه باستقرار، بدك إشي مستقر، بدك على الناحية العاطفية، أو من الناحية العاطفية بدك تكون أسرة، ولكن عم شوف إنك بالمستقبل ناضج أكتر، لأنه عندك بكروتك أو بالطاقة الحالية عندك أغلب الكروت شخصيات صغار أو شخصيات غير ناضجة أو غير متشور عقليا، ولكن بطاقتك للمستقبل عندك ملكتين، Queen of Wands و Queen of Swords. فبيبين إنه أنت من خلال السلف لوف، السلف هيلينج، من خلال الشفاء الذاتي، راح توصل إلى مرحلة اللي أنت تكون فيها ناضج فكريا، يعني حتى بحكمك على الأمور وبحكمك على العلاقة وباتخاذ القرارات بها العلاقة، راح يكون منظورك منطقي أكثر، راح يكون منظورك لوجيكال أكثر أو في حكمة أكثر، لأنه أنت مركز على الجانب الروحاني أيضا. فأي قرار راح تختاره مش راح يكون قرار بناء على يعني قرار متهور، مش راح يكون قرار متهور. بالنسبة للخطوة القادمة للحبيب أو للشريك، راح يمر بتغيرات هالشخص، سايكلز، وعندك the death card، ففي إشي بحياته هالشخص عم يسكر فيه حاليا، كارما لازم يحلها، أو أيضا the wheel of fortune عندك هون، the devil. بصراحة الشخص اللي أنت عم تتعامل معه أغلب العقبات اللي بينكم هي عقبات في داخل هالشخص، يعني في عنده the devil، فهالشخص من جوا بعقله الباطني في عنده عادات لازم يتخلص منها، أشياء لازم يتخلص منها. دويل في عنده تغيرات لابد من إنه تصير، ولكن هو عم شوفه بده يحكي، لأنه Ace of Swords تواصل، Eight of Wands أيضا تواصل سريع. فهو البعض منكم اللي مستني خبر من هالشخص، عم شوف بخطواته بالمستقبل في عنده نية إنه هو يحكي معك، والحكي رح يكون عم شوف على جانب صداقة أكتر، يعني رح يحاول يرمم الأمور اللي بينكم أو يصلح الأمور بينكم بإنه يكسبك كصديق قبل ما إنه يكسبك كحبيب، لأنه هو بيشوف إنه هاي هي الطريقة الأمثل لحل الأمور. ممكن يكون التغير بأسلوب الحكي معه، إنه رح يحكي معك بطريقة مش كتير flirtatious أو ما فيها كتير غزل أو مش كتير مشبعة بالعاطفة، ولكن ممكن تكون على جانب الصداقة أكتر، إنه بشوف بده هالشخص يكسبك كصديق قبل ما إنه تكون حبيب. أيضا Ace of Swords تواصل، رح يكون في إشي رح يعترف فيه الشخص، في عنده إشي بده يعترف فيه الشخص، بده يحكي فيه. طيب بدنا نشوف طاقتكم المشتركة للمستقبل. في حدا، في طرف، لأنه هالطاقة بينكم مشتركة، ففي طرف عم يتبنى طاقة الفيكتم مينتاليتي، أو شخص دائما
بيحكي للطرف الآخر إنه أنا مظلوم دائما، أنت دائما تظلمني، أنت دائما، بيتخذ هالطريق طريق إنه يحسس الطرف الآخر بالذنب. أيضا عم شوف أغلب الكروت اللي طلعت عندكم 10 of Pentacles, 4 of Pentacles, 8 of Pentacles، يعني أوراق جميعها مادية هون أو أرضية، فالطاقة بينكم، الطاقة الأرضية عادة تكون طاقة كتير بطيئة بالحركة، فالتحرك بينكم رح يكون بطيء. أيضا رح يكون في تحفظ كتير من الطرفين بإظهار المشاعر بينكم، رح توصلوا إلى مرحلة تحسوا فيها إنه فعلا أنت عم تحط مجهود وهو عم يحط مجهود، ولكن عم شوف في طرف منكم رح يرسم حدود، رح يقرر إنه يحط حدود في هالعلاقة لتجنب إنه الأمور ما تطلع خارج نطاق السيطرة. يعني أنتوا فهمتوا، عم شوف الطاقة المشتركة في المستقبل، أغلبكم فهموا إنه حتى ولو هي علاقة عاطفية لابد من إنه يكون في حدود ومساحة خاصة بكل طرف، لابد إنه يكون في مساحة لإلك، مساحتك أنت الخاصة، ومساحة لإله، مساحته هو الخاصة. فعم نشوف بالمستقبل في تحفظ رح يكون، حدود إيجابية، يعني هي حدود مش سلبية، في رح يكون بينكم حدود بمعنى إنه ما حدا يتجاوز مساحة الطرف الآخر. أيضا عم شوف في شراكة بالشغل، التواصل بينكم رح يكون أفضل، Page of Swords في عندكم رح يكون مواضيع أكتر تحكوا فيها، التواصل رح يكون صريح أكتر، مش رح يكون في مشاكل أكتر يعني، بس تحكوا مع بعض في نوع من النضج لحل المشاكل، حتى لو في مشاكل رح يعني تتناقشوا وتوصلوا إلى تفاهم مشترك بينكم، شغل مشترك بينكم. Three of Pentacles في شراكة بالشغل، انت مجرد ما انك تشتغل على حالك وهو مجرد ما انه يشتغل على حالك، هاي تعتبر شراكة في المجهود، لانه انت عم تحاول تحسن من هالعلاقة وهو عم يحاول يحسن من هالعلاقة. الحلو صراحة بخطوات المستقبل، طاقة المستقبل جميعها، الحلو فيها انه عم شوف في نضج كتير كبير بينكم، بالذات من بطاقتك انت برج الجوزاء، عم شوف انه في نضج وكبر بحل الامور. فبتوقع انتو بالمستقبل رح توصلوا الى مرحلة، او حاليا ممكن انت اوريدي عم تفكر بهالاشي، جميع الخطوات اللي رح تاخذوها والقرارات رح تكون مبنية على للمستقبل، يعني أي قرار رح تتخذوه رح تفكر إنه للمستقبل، عم شوف إنه بدكم تبنوا مستقبل مع بعض. مجرد ما إنه أنت تحط مجهود على حالك وهو يحط مجهود على حاله، هاي هي الطريقة اللي رح تتصلحوا العلاقة فيها وتكون أفضل. أوكي حبايبي برج الجوزاء.